الذي كان يصدر قرار بترقيتك مثلا كضابط أو ملازم أو كذا في ظل المملكة؟ هو كلوب قائد الجيش. ما كان يستطيع الملك، نحن لا نعرف في الجيش إلا واحد اسمه كلوب، هو الذي يحكم البلد، هو الذي يرفع. حتى أعطيك مثل، أنه الملك عبد الله الله يرحمه، وهو أظن بداية يعني بأمير أو قبل الاستقلال بشوية، رفع عريف إلى شاويش، ضابط صف يعني، يعني من شريطة إلى فطلب، شريطين. رفض كلوب هذا الترفيع، قال لا، هناك في دور. هذا يعطيك صورة هل كنا إحنا مستقلين؟ طبعا لا. هذه الصورة التي كانت، واستمر هذا الحكي حتى أيام الملك حسين في 56، عندما عاد الملك كان له زميل هناك، هذا يأتي في المستقبل بس نعم، أربطه مع بعض. سنتناول. زميله اسمه هاني حدادين، كان معه في ساندهرست، كلية ساندهرست كلية التي درس ساندهرست فيها الملك في العسكرية، بريطانيا. نعم، كان جلالة الملك ومعه هذا زميله هذا حدادين، ورآه ماشيا بالشارع، شارع السلط، وقف الملك قال له تعالي هاني، شو مالك، كيف حالك، كيف احوالك، كيف انت، مش مترفع؟ قال له ولا يا سيدي، ما رفعوني لانه انا تاخرت. قال له انت ملازم. هاني راسا حط نجمه، ملازم. الصبح جانا قرار يبلغ بنزع النجمه، مين القرار أصدره؟ قرار من قائد الفرقه بناء على موافقه كلوب، قرروا الانجليز انه يتم، وهو كان معي عندي في الكتيبه، وابلغته قلت له خيم النجمه. إذا هناك استعمارا مستمرا من 46 لغاية 56. إذا يعني كان لم وجود يتغير الإنجليز، شيء من الاحتلال نعم البريطاني.